شركات إسلامية من العصر المملوكي، العصر الأموي، العصر الأيوبي. كفر الخنازير الحديدية خارقة مشكوكات. للدروع. والله خارقة للدروع. هاي خناجر حديدية خارقة للدروع. هاي ايرون شيلد بريكر دجر تخترق الدروع. هذه قرآن كريم كاتب طاهر بن احمد. هاي كل اشياء اسلامية. جباجب عثمانية مصنوعة يدوية تستخدم في الحمامات التركية. حذاء عثماني مصنوع من الجلد، هذا مسميه انا دائما حذاء علاء الدين. وبعدين هذه غليونات اوانبي فخارية عثمانية، أختام عثمانية نحاسية، سترة عثمانية مصنوعة من الحرير وطرز الخيوط ذهبية. أوف، هاي شوف القرآن الكريم، هذا القرآن، هذا القرآن الكريم، هذا كلها مجموعة من المصاحف والمخطوطات القديمة. القرآن الكريم بخط يد الكاتب هارون بن حسين. هاي مقدمة من السيد أحمد إسماعيل إخوان، مصاحف، مجموعة مصاحف بفعل مقتنيات إسلامية جميلة. مصحف وهدى بن رئيس سدنة المسجد الأقصى المبارك للشيخ فهد السالم الصباع رحمه الله، إداء من السيد أنور حمود سليمان لحمود. وفهم هذا نصورها خصوصي. هاي شوف، هاي قرآن كريم هون. هاي إحنا هون مقتنيات إسلامية. هاي إيش؟ عمامة مفتي البوزنة والهرسك. أهديت هاي العمامة، أهديت هذه العمامة لسيد الأمين العام الدكتور عبد المحسن جار الله الخرافي من سماحة مفتي البوزنة والهرسك الشيخ مصطفى تسير تسريتش. زيت زيتون من شجر المسجد الأقصى المبارك. طيب.